يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل إذا أشرك الإنسان شرك المحبة ثم عرف فيما بعد أن ما وقع فيه من محبة زائدة أنسته الله هي شرك بالله، مع أنه كان إنسانا متدينا وليس زاهدا، فهل هذا يعني أن ليس له توبة؟ وهل يقبل الله توبته ويغفر له، أم أنه لا محالة ليس له رجعة وأصبح من الكافرين؟ جزاكم الله خيرا. المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، هي أعظم أنواع العبادة، ومن أحب مع الله غيره فقد أشرك به. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يحبون الله محبة خالصة ولا يحبون معه غيره، ووصف المشركين بأنهم يحبون الله ويحبون أندادهم، وهذا يسمى الشرك المحبة، وهو شرك أكبر، ولكن من تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، ولا يستثنى شيء من الذنوب لا تمحوه التوبة، بل التوبة تمحو كل الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها. فجميع الأعمال من كفر وشرك ونفاق وكبائر وصغائر إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه، إذا تاب منها توبة صادقة توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.